مثل ما عودناكم مشاهدينا دائما بدمسكو في حصة مخصصة للشباب السوري اللي عم يطلقوا مشاريع خاصة فيهم، مشاريع هاند ميد أو ممكن تكون مشاريع عم يحاولوا يدعموا فيها شغفهم توجههم بالحياة. واليوم معنا ضيوف يعني خارج عن المألوف، لأنه هن مو بس صبية عم بتدير مشروع، وإنما ثلاث صبايا أخوات مخصصين وقتهم وشغفهم وكل طاقتهم لمشروع عم يحاولوا إنهم يوصلوا فيه لمستوى كتير بعيد. صحيح فاطمة، واليوم مشاهدينا يعني مشروعنا انطلق بلمسة أنثوية، حمل مجموعة من المنتجات وقرروا التيم يقدموا هذا المشروع للمستهلك بطريقة لطيفة ومميزة. رح نحكي عن هذا المشروع كيف انطلق وكيف بديوا خطواتهم الأولى فيه مع صبية ريبال عبد الوهاب الصيدلانية، وأيضا نجاح عبد الوهاب طالبة بهندسة العمارة. أهلا وسهلا فيكم معنا ويعطيكم ألف عافية. اهلا وسهلا فيكم، ويعني بدايه تحيه لكم، تحيه لاختكم يلي ما اجت معكم. اكيد تحيه كمان. اكيد اليوم بدي ابدا معك نجاح، خبرينا من وين استلهمتوا فكره المشروع؟ دائما كل الصبايا بيحبوا يكون في عندهم مشروع خاص فيهم، ولكن احيانا الفكره بتكون غايبه عنهم، ما بيعرفوا انا حابه بس ما بعرف شو بلش، شو ممكن المشروع يلي بيشبهني. من وين استلهمتوا وكيف بديتوا بالاساس؟ هلا بالبدايه نحن كوننا بنات فكتير عنا اهتمام بامور الميك اب، فكان دائما بنحب الميك اب البسيط يلي مو كتير اوفر، فكانت فكرتنا انه نعمل ميك اب هو من مواد طبيعيه ما بيأذي البشره. نحن بنقضي وقت كبير بالجامعه فبدنا شيء انه ناعم وطبيعي، فبلشت فكرتنا بالتينت يلي هو من مواد طبيعيه وشوي شوي تطورنا. العافية. كمان يعني بدي روح للمنتجات اليوم، بعد ما بدينا بأول منتج كيف تطورت الحالة لأن ننوع بالمنتجات لننوع بالمستحضرات وطريقة تركيبة اليوم، حتى طريقة التركيب بدها فن وبدها دقة بالتعامل. هلا نحن لما نزلنا أول منتج ولقينا قبول من الصبايا، صار الزباين يعني هن بحد ذاتهم يطلبوا منا أكثر من برودكت. يعني نحن كذا منتج نزلناه على رغبة الزباين، ممكن تعملوا كذا، في امل انه تعملوا كذا، فنحن فعلا انه نحقق رغبتهم، وخصوصا نحن يكون بدنا كمان المنتج اللي عم يطلبوه يعني للاستخدام الشخصي، نبلش فيه نجرب علينا نشوف نحن ننقده، يعني بحيث ثلاث وجهات نظر صحيح. يطلع شيء متكامل الحمد لله. صحيح. طيب اليوم ريبال تفاعل المحيط مع المشروع كيف كان؟ دائما لما تكون صبيه عم تدرس وبالجامعه بيكون شوي انه لا بعد بكير، خلصوا تخرجوا وبعدين ابدوا، كيف كان دعم الاهل المحيط حيط الأقارب بشكل عام؟ هو الفكرة هي كانت موجودة إنه نحنا حتى بمجالات دراستنا نفكر دائما بدنا نعمل شيء مشترك، شيء بخص البنات، بس مثل ما قلتي كنا مأجلين هذا الشيء لبعد ما نتخرج، إنه نقول مشان ما يصير إنه نتشتت عن الدراسة أو يصير في علينا ضغط، بس سبحان الله صارت القصة هيك، يعني دعمونا الأهل قالوا لنا إنه ليش ما تبلشوا بالخطبة إنه مسبقا، عرفتي كيف؟ والحمد لله يعني ما ندمنا، قدرنا نوفق مع بعض، كنا عم نشيل حمل عن بعض، عندها دراسه بتشيل الثانيه شوي وقدرنا نوفق بينهم. حلو هذا التنوع وتوزيع العمل بالبيت. اليوم لتجتمعوا على منتج معين انه هذا تمام، في خطوات بتصير، في استشارات خارج نطاق التيم، او بتروحوا مثلا للاقارب، بتروحوا للتجارب، او لا نحن بنعمل تجارب على حالنا وبعدين بنقول انه هذا المنتج تمام؟ اهم شيء نكون نحن رضيانين عنه 100%، يعني ثلاثتنا بنكون رضيانين عنه، رأي أهلنا مهم كمان كتير، وبناخذ رأي العالم يعني إنه هن شو حابين شو بدهم، فهيك. طيب نجاح اليوم للأمانة، يعني أنا صبية وموجودة بجروبات الصبايا على الفيسبوك والإنستا وهالقصص هاي، دائما لما بيحكوا إنه بدي تينت بدي كذا هيك بشوف تاجات لكم، صراحة بيلفتني هذا الموضوع. اليوم أهم شيء بشغل منتجات التجميل هو الثقة لحتى يكون هذا المنتج آمن. اليوم هي الثقة كيف اشتغلتوا عليها انتم كتيم؟ كيف بلشتوا تحضروا لها من حيث المواد الآمنة، من حيث التصنيع وهالقصص هي؟ هلا الثقة اخذناها لانه هو في محبة من البنات، ولانه نحن قدرنا نكسبها، ما كان يعني ما كان عم نعمل شيء الا برضاتهم، الا هن بدهم اياه حابينه، هن يطلبوه مننا، وشوي شوي تكونت بيناتنا علاقة حلوة ودية وصاروا يحبوا منتجاتنا وبتوفيق الله. صار في زباين ثابتة يمكن ما بيطلبوا غير من عندكم. تلاقي مثلا صبية بتقول أنا دليت كذا بدي أكثر من قطعة قالوا لرفيقتي، يعني دائما هن يدلوا بعضهم، ومشان المواد نحن المواد الأولية اللي بنجيبها اللي بلشنا فيها كانت جدا آمنة وبسيطة، يعني ما حاولنا نجرب شيء لأول مرة أو يعني نخاطر بالناس، لا كان كل شيء موثوق مدروس، مواد امنه 100%، نجربها علينا لما يكون خلص نحن رضيانين عليه هون ننزله على السوق، ما ننزله وبعدين عم نجرب،
لا يعني اذا ما كان تجرب ما تجرب او ما لقينا انه عن جد صار انه حياخذ اعجاب الناس ما كنا ننزله. يعني يسالونا انتم شو حاطين شو عاملين يحبوا مننا نحكي مثلا على السوشيال ميديا نطلع عنا بالنوتات كذا شو حاطه هون شو بتستخدمي نحن نجي نقول حاطه كذا عم استخدم منتج نحن عاملينه يعني صار انه مثل فضول يجربوا وبعدين الحمد لله رب العالمين صار سوق كامل. يعطيكم الف عافيه. اليوم المقادير المعينه او المواد المستخدمه البعض بخاف انه انا ممكن هذا المنتج ما يناسب بشرتي ممكن هذا المنتج هي اختصاص صبايا اكثر ولكن الحديث العام دائما بنسمع فيه بهذا الموضوع. اليوم في قواعد نمشي عليها يمكن اختصاص الصيدلي اكثر بهذا الموضوع لنقدر نطلع منتج مناسب لكل البشرات لكل لطبيعه كل صبيه. خبريني شويه تفاصيل. هلا نحن مثل ما قلت لك المواد الاوليه دائما بنختارها بعنايه حتى اذا كان في نوع بشره ما بتناسب الماده عم يستخدمها بنحط تنبيه بنخبر الصبايا حتى مو المواد بتكون طبيعيه بشروط التخزين كيفيه الحفظ دائما بننوه وعلى العلب بنكتب انه كيف يستخدمون كيف يخزنون هاي القصص كثير بنحاول انه الصبايا تكون واعيه لها مشان يستفادوا من المواد اللي فيه يعني هو منتج بالنهايه مو بس تجميلي لا مشان يكون العنايه ايه ما يستفادوا منه على ناحيتين مو بس اطلاله. وهون المنتجات الطبيعيه الاكسبايري ديت تبعها ممكن يكون اقل من المنتجات المصنعه طبعاً. الفتره ممكن تكون اقل خبريني شويه تفاصيل. دائما نحن حتى بالكميات ما شاء الله بعد ما صار في سحب واسع نحاول الكميات تضل فريش ما نحضر لقدام كثير لا دائما انه بحيث المحل اللي عم ينزل منه او حتى الصيدليه تنبه الزبون انه هذا بينحفظ هيك بينحط كذا نحن دائما نوعيين لهالفكره انه حنعم يوصل المنتج مو كل فعاليته طبعا مده الحفظ او يعني التخزين بتكون اقل من المنتج اللي فيه مواد حافظه صحيح. وفيه تماماً. القصص هي ايه لانه هذا يعني صح اوكي بيصير بضاين اكثر بس الضرر بيصير ضعف نحن لا بدنا نضل انه نستفاد منه حتى لو كان مده استخدامه مو كثير انه طويله. طيب نجاح اليوم يعني انا يمكن ريبال هذا مجال دراسته الصيدله والفورمالات وهالقصص هي، اليوم انتم كصبايا عم تشتغلوا مع اخوتكم وبلشتوا بمشروع شوي بده دقه يمكن 1 ملي زياده من ماده معينه بينزع المنتج كله، كيف تعلمتوا هذا الشيء؟ كيف قعدتوا نسقتوا؟ لانه انا في عندي فورمالات صناعه التينت بدي كذا 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 بدي كذا ملي من هذا المنتج، هي القصص كيف نسقتوها بينكم؟ نحن كان اكثر عم ننتبه على الالوان اختيار الالوان شو بنحب الوان نحن كمان بحكم دراستنا عماره انا واختي لها فكان عنا خبره بالباكجينج يدمج بالخبره نحن الباكجينج كنا مسؤولين عنه كنت انا مسؤوله عنه حتى استشير سيرش ذاتي استشير اكثر من حدا يعني ما بقول لك كله بشكل كامل كان مسؤوليتي بس هن دائما بالباكجينج بالديزاينات بالاطلاله كيف عم تطلع انه كملنا بعض لنوصل شيء ويمكن نجاح اليوم موضوع الباكجينج والتغليف يعني كون الفورمالات استلمتها ريبال وهالقصص هي بس الباكجينج والتغليف كثير عم يلعب دور بتسويق للمنتج خبرينا اكثر كيف اشتغلتوا على هذا الموضوع موضوع تصميم سايزات الالوان لانه كثير يعني عم تجذب بالمنتج حاولنا تكون كل باكجينج بتعبر عن الكونتنت تبع البرودكت هلا كانت لنا طابع معين يعني حاولنا نعمل طابع معين صار المنتجات بلا ما تقري اسمها تعرفي الزباين يعرفوا انه هذا البينك تشيكس يعرفوا انه هذا لنا من التغليف بس من التغليف من الباكجينج يعني كلهم اخذوا طابع واحد حلو. هذا الشيء كان انه له علاقه بدراستنا انا واختي مثل ما قلت لك عماره واثنيناتنا بنعرف امور الفوتوشوب والديزاين والباكجينج وهيك تماما اليوم حسيتوا انه هذا الموضوع لعب دور بتسويق منتج اكثر من منتج موضوع الديزاين موضوع اللون اليوم في الوان كثير قريبه للاشخاص والوان لا بتخلي الشخص ينفر ببعض الاوقات او ما ينتبه ما يلفت نظره واجهتوا هي القصه واجهناها كان في كثير زباين بيحبوا اللون البينك لانه بيحبوا اليونيكورن بيحبوا عجبهم البطيخ تبع اللون الريد يعني جذبهم الباكجينج وحبوه تمام صاروا يختاروا بلا ما يعرفوا لون انه يختاروا على الباكجينج على الديزاين شو جذبهم اليوم ريبال المشاريع المشتركه دائما يمكن بعيدا عن انه يكونوا الشركاء هن اخوات وانما بالغالب يحصل فيها خلافات ومشاكل وهالقصص هي هذا الموضوع اليوم قد يحدث وقد يكون موجود ضمن مشروعكم حتى وان كان اخوات ممكن يكون في خلاف بالراي على منتج انا حابه هيك او انا حابه هيك او انا شايفه هيك انسب يعني بتصير هي الاشياء وكيف ممكن بالاخير انه نوصل لحل وسطي مرضي للكل
هلا مثل ما قلتي بما انه نحن صح شركاء بس قبل اخوات فمتعودين دائما سوا متشاركين تيجي تمام يعني مثل ما قلتي على مستوى ثياب على مستوى رأي مشوار دائما مع بعض فما كان شيء جديد وعم نجربه لاول مره لا بالعكس كان شيء اصلا هذا يمكن مصدر قوه لنا انه نحن شيء مجربينه من قبل مو اول مره عم نتشارك وكان في تنوع بالرأي اكيد بتلاقي هون في وجهه نظر هون في نقد ثاني بس هذا الشيء خلانا نقدم بما انه التارجت واحد انه شيء كامل منشاف من اكثر من وجهه نظر مو انه حدا بس على حسب رايه عم يشتغل لا من اكثر من مكان عم نشوف المنتج عم نشوف كيف عم يتقدم فيساعدنا انه يكون في شيء كامل اكثر عرفتي كيف وصراحه انا بيلفتني نجاح موضوع حضوركم على السوشيال ميديا دائما هذا الشيء كثير بياثر انا اذا عندي براند عم سوق له او عندي منتج عم سوق له حضور الشخص القائم على هذا المنتج كثير مهم وانتم من الاشخاص الناشطين اجتماعيا يعني بعيدا عن المنتج اللي عم تقدموه انما انتم انستا وفيس عندكم شعبويه نوعا ما جيده او واسعه خلينا نقول هذا الحضور قديش ممكن يكون عم يفيد مشروعكم هو فادنا لانه بالذات احنا قبل الموضوع المشروع نحن كنا هيك فهذا الشيء فادنا انه كان في بنات اصلا اوريدي عندهم ثقه فينا وبيحبونا وناطرين شو بدهم بيسالونا شو عاملين شو كذا فهذا الشيء ساعدنا اكثر انه هن كانوا حابين خصوصا بالبدايه يعني لما بالبدايه نحن انطلقنا هو فضول الناس حول الموضوع ودعمهم لنا خلانا نوصل لهون يمكن اكيد حدا ما عنده شعبيه وكذا ممكن يوصل بس مو بالسرعه اللي نحن مشينا فيه لانه من قبل كان في اساس عم يبني عليه عرفتي كيف صحيح اليوم تأمين المستلزمات إذا بدي أقول تأمين المواد الأولية يمكن بتظل الظروف اللي عم نقطع فيها ممكن تواجهوا مشكلة بهذا الموضوع كيف تجاوزتوا هاي العقبة لأنه يمكن أساساً هي عقبة موجودة يعني خبريني شوية هلا دائماً نحن طموح بالمنتجات اللي نقدمها وكمية التنوع اللي حابين نوصل لها عم يكون شوي هيك ما قد ما بتطبق بارض الواقع مثل ما بدنا تماما عرفتي كيف؟ بتلاقي انه نحن اكثر من برودكت عم نشتغل عليه بس لما بنرجع ارض الواقع مو قادرين كله نامنه من ناحيه مثل ما قلت مواد بصير في نقص، حتى العبوات احيانا العبوات المتوفره حاليا مو بتناسب كل الاشكال بدي اقول لك الصيدلانيه نحن عم نحاول ننزلها. ف في صعوبه بهالقصه هي عم نحاول نتداركها بانه نجود من بين ايدينا صحيح طيب اليوم منتجكم انا في صبايا احيانا بيحكوا انه المنتج طلع لبرا لبرا البلد في بنات برا عم يطلبوا نفس المنتج يطلع لعندهم هذا الشيء اليوم مهم بالنسبه لمشروع بادي انه انا اطلع منتجي لبرا اعمل له شعبويه مو بس بالبلد اللي انا موجود فيه انما اسوق له برا مثلا اكيد نحن عندنا هذا الطموح حابين نوصل لهون وفي صبايا مثلا قريبتها تاخذ لها تماما فهيك صار في تجربه برا صار كذا يعني كذا حدا صار ينتروا ليجوا لسوريا وياخذوا معهم فنحن حابين نوصل لهي المرحله اكيد عم نسعى لها ان شاء الله ان شاء الله حلو اليوم موضوع التسويق والسوشيال ميديا حكينا عنه موضوع البازارات عم ينتشر ايضا مؤخرا بشكل كثير كبير لكل المشاريع المشاريع الشابه المشاريع الصغيره او المتوسطه جربنا نحن لهذا الجانب شاركنا ببازارات خبرني شوي تفاصيل اكثر ايه هلا نحن بصراحه شوي مقصرين من ناحيه البازارات يعني مثل هو صار في تسويق له بالمحلات وبالصيدليات اسرع من اي منتج انه بس ضل اونلاين فنحن هالناحيه هي انه صرنا نقصر من ناحيه البازارات انه خلص صار متوفر بالمحل الفلاني خبر الصبيه تنزل تاخذه نشحن لها كذا اونلاين يصير في تقصير شوي بالبازارات احنا الاونلاين اكثر اونلاين اكثر تمام رايك اليوم البازارات بتلعب دور موضوع اختبار المنتج او انه انا بشوف المنتج طبعاً قبل ما اشتريه في كثير منتجات لمشاريع ثانيه يعني لقت قبول عن طريق البازارات تسوق لها مضبوط الناس صارت تحكي يعني لقت شعبيه اكثر لانه صارت بين ايديهم يشوفوا المنتج مو بس اونلاين صوره لا يشوفوه واقع يجربوه فانا بلاقي انه البازارات بصراحه نقطه يعني لصالح اي حدا بيعرض منتجاته فيها كثير صراحه عندي سؤال بدي اسمع رايك وبعدين اسمع راي نجاح بنفس السؤال اليوم موضوع التقليد دائما المشاريع الهاند ميد او المشاريع الخاصه بتعاني منه وخصوصي ما بين الصبايا لانه بشكل عام الصبايا هيك بيكون عندهم غيره جميله نوعا ما
هذا الموضوع عانيتوا منه اكيد طبعا. كيف ممكن عم بتحافظوا على البرايفسي تاعت المنتج، انه انا هذا المنتج خاص فينا، مواده خاصه فينا نحن، سريه، ما ضروري حدا يعرف الفورمالات يلي نحن عم نشتغل فيها مشان ما يصير تقليد للمنتج؟ هذا الموضوع خبرينا اكثر عنه. لان احنا من ناحيه انه نعطي امان للصبيه اللي عم تستخدمه، دائما بنحاول نشرح شو في مواد، يعني مثلا في مواد مثل ميه ورد، مثل خلاص شاي اخضر كذا، انا بريح الزبونه بقول لها انه هذا بيحوي هيك مواد عن جد موجوده، في قصص اجباري بدك تفصحي عنها مشان الزبون يكون عارف شو عم يستخدم. بس مثل ما قلتي بنتحفظ على التفاصيل، يعني مثل بتقولي الخلطه يلي نحن بنعمل فيها سر المواد، سر المهنه، بحيث انه ما يصير في تشابه. بصراحه مثل ما قلتي صار في كثير تقليد، يمكن حتى بالباكجينج مو بس بالمحتوى، كثير يكون في نفس الطابع يتاخذ، بس سبحان الله مو بيقولوا لك انه البلش بالاول بيضل له بصمه غير الباقي. طيب النجاح بضايقكم هذا الموضوع نوعا ما؟ يعني بتضايقوا؟ لا ما بضايقنا قد ما انه بنحسه نجاح عم يقلدونا، يعني انه عم يقلدونا نحن قديش وصلنا لمرحله حلوه لحتى بلشنا. حلو كثير هذه الطريقه من التفكير. برايك اليوم شو الطريقه اللازمه لنحمي هي المشاريع، كل شخص يحافظ على اساس مشروعه اذا بدي اقول اليوم من التقليد، من السرقه ببعض الاوقات، برايك شو الخطوه اللي لازم تتخذ لهي المشاريع او هذا النوع من المشاريع؟ لازم يكون في تحفظ مثل ما قالت ريبال، انه منطمنهم انه شو موجود، شو الشيء بحبه، بس ما بنحكي عن الطريقه شو هي. والتقليد كمان ما رح يكون موجود طالما انه قد ما صار تقليد، بس بيضلوا حابيننا نحن، بيضلوا انه متعودين علينا. جربوا بتقول مثلا انا جربت بس مو مثل ما جربت انت، يعني نحن بنعمل علاقه مع الزبون، علاقه ثقه، عرفت كيف؟ انه مو بس عم تجرب منتج هي حاببته، هي حابه مين عم يعملوه، حابه انه الطريقه اللي عم يعملوه فيها، فبتحس انه صار هن اللي دافعوا علينا. كثير حلوه. صحيح. اليوم هذا الموضوع، موضوع التسويق او موضوع الشخص اللي عم يقدم هذا المنتج، طبيعه تعامله يمكن مع الزبون او مع الشخص الاخر بتلعب كثير دور بهذا طبعاً. الموضوع، وبتقدر انه توصل المنتج لشريحه اوسع، لاشخاص ثانيين، وخاصه انه انتم تيم ثلاثه، فبتخيل اذا صار في تقصير بجانب معين ممكن الثاني عم يعمل كتب. هلا دائما انا بقول انه نحن الزباين كانوا هنا المسوقين لنا، يعني هاي النقطه اللي كانت لصالحنا. الصبيه تحكي نحط الفيدباك تبعها، ننشر صورها، كان هذا شيء مميز عن الباقيين، انه انا عم انشر صوره زبونه مستخدمه المنتج، هي عم تحكي عن تجربتها، فهذا الشيء كثير عمل شغله انه مثل ثقه عن جد. الصبيه الثانيه صارت كمان تقلده وتعطي رايها، هن صاروا مسوقين لنا. طيب ريبال، نحن حكينا بشكل عام، خلينا نفوت بتفاصيل اليوم. شو المنتجات يلي عم تتقدم؟ شو المنتجات يلي ممكن تكون مايلة، خلينا نقول تجميلية، وهل في منتجات انه لا هي عم بتكون ترطيب وعناية اكثر من تجميل مثلا؟ هلا نحن حاليا صار عنا 5 اصناف، عم نحضر لاكثر، بس حاليا 5. التنت بيجي ب3 درجات، هو تجميلي وبنفس الوقت للعناية بالبشرة، طبيعي. تمام، مواد طبيعية كلها، خلاصات طبيعية، فتجميل فيك تقولي. اللي بيكون بس للترطيب وهيك هو لوشن، نزلنا منتج تاني لوشن، هو بودي لوشن يعني مع معطر وهالقصص هاي. في منتج ثالث هو بعتبره مميز، يعني هاد قلنا ما لقيت حدا عمله أبدا، كانت فكرة فريكلز، منتج بيعمل نمشات، الصبايا كتير بيحبوا يرسموا على البحر على الوش، يعني عم بيعطيهم إطلالة الفلتر اللي هن بيعملوه تماما. وفي منتج كمان مسكرة الحاجب، هي بتكون مقوية وبنفس الوقت تجميلية، بتعمل تثبيت. وهايلايتر بيجي ب3 درجات، 3 ألوان، كريمي، فكمان بيعمل ترطيب. نحن ما عم نعد الدرجات كصنف، وإنما هو صنف واحد. صنف واحد هن 5 أصناف بغض النظر عن الدرجات. تماما يعني أنا حاليا بدي شرح مفردات بس لبعد الحديث لانه شويه التفاصيل اللي تتعلق بالاسماء وهي ما عندي خبره فيهم، فبعد الهواء بنرجع بنشرحهم. بدي اروح اليوم للمشاريع القادمه، لوين حابين نوصل بهذا المشروع؟ شو الاضافات اللي ممكن حاطين ببالكم تضيفوها لهذا المشروع بالفتره القادمه؟ حابين نعمل كثير منتجات ثانيه، في كثير افكار حابين نعملها، بس مثل ما قلنا ما عم يتوفر المواد الاوليه لها، حابين نعملها باحسن صوره، فعم نستنى شوي الوقت لحتى يتوفر احسن. حابين كمان نوصل مو بس ضمن سوريا، نطلع لبرا.
هلا اختي كمان حتطلع اوروبا فحابين نبلش هنيك كمان. هي هلا سفيره للمشروع لاوروبا ان شاء الله. طيب اليوم نقل هذا المشروع الى الخارج ما بيتطلب مسؤوليه اكبر من وجوده ضمن نفس البلد، هذا الشيء كيف عم تشتغلوا عليه؟ هل عم تفكروا تعلوا من الجوده مثلا اذا كان يحتمل هذا الامر؟ يعني الجوده مطلوبه، يعني انا من ناحيه الجوده مو اكيد هم هالموضوع، انه لانه الماشين فيه هون هو مستوى ليفل عالي، مستوى ليفل عالي، يعني ما عم نحاول انه ممكن يكون في احسن وما عملناه، الحمد لله دائما عم يكون كل شيء مثل ما بدنا رضيانين عنه. بس مثل ما قلتي من نواحي تبع انه بدك تسوقي لبرا، سوق برا كبير، يعني بدك تنافسي شيء عالمي، براند عالمي بده يكون. يعني صراحه صبايا يطول الحديث وما شاء الله عليكم، يعني عم تعملوا شيء كثير حلو، ولكن للاسف داهمنا الوقت. كل الشكر لكم لوجودكم معنا. ريبال عبد الوهاب صيدلانيه، وايضا نجاح عبد الوهاب طالبه هندسه عماره، وكل الشكر لاختكم الثالثه كمان، تحياتنا لها، يعني كنا بنتمنى تكون موجوده. شكرا لكم لوجودكم لوقتكم. اكيد كثير شكرا لكم، ودائما يعني مشاريع الشابه بتكبر القلب شو ما كانت، بكل الطاقات المبذوله وتوظيفها بطريقه صحيحه، وبتساهم هيك يعني بناء الشخص هو واجب على كل شاب وصبيه. نورتونا مره ثانيه وكل التوفيق لكم. شكرا.